صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نهار جديد وروتين ديال نهار الحد. كما كتشوفوا هاد النهار غنصور معكم غير روتين ديال الجميع. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الروتينات، كما كتشوفوا هنايا اول حاجه الصباح طيبت الفطور وجيت هنايا كنطوي شي غطا للبطانيات اللي كانت كتغطى بهم اختي ايه. صافي دابا مي مشات، دابا صافي غدات بدا القرايه، فداكشي علاش جيت انايا باش نرجع البطانيات البوشيطه بجوجهم. صافي انا كنديرهم غير في هاد البوشيطات، كنرجعهم كنديرهم فوق البلاكار. وصافي وغادي ندور بهاد الصالون هذا. اليوم صبحت شميشة، نهار السبت كان البرد والشتا، ونهار الحد صبحت الشميشة. صراحة ملي كتجي الشميشة كتحسي بواحد النشاط وكتقدري تتحركي في الدار وديري بزاف د الحوايج، واخا صراحة واخا كتكون ديك الشمس كيكون يعني في الجسم ديالك كتحسي بالبرد بزاف. اكثريه رجلي هي انا كنموت بالبرد. واخا تلبسي اللي هذا، شوفوا بلاد جيت نجبد لقيت اللعاب تحت البونجو، وكنشوف ديك البونجو ما محطوطاش، ملي كنقلب كنلقى واحد اللعبة. المهم هادشي ضروري. صافي البنات، نهار الحد انا كندور بالصاله هكذا، حيت غدا ان شاء الله الاثنين غتبدا القرايه عاوتاني وغيبدا الجهاد وفيق بكري والفطور ودي وجيب ورجع وغدي وعاوتاني جيب والكوتي وعاوتاني الحفاضه. فهادشي ضروري مفرغ منه. فداكشي علاش انا قلت ارا نجمع هاد الصاله هادي نهار الحد ندور بيها ونحيد هكذا. هذاك الريدو مخبيه مور الشرجم، عاد بغينا نعلقو. تهرست لينا ديك العصا، انا اللي هرست راه كنت قلتها لكم وصافي وجيت باش نسوس هاد الشيء غير من الغبره. صراحه الصاله عندي رقيه غير حيت كنجلسنا في هاد العطله هادي، فداك الشيء علاش قلت نجمعها وتبات ليا مجموعه. والصباح ان شاء الله عطا الله ما يدار، راكو عارفين الصباح ملي كتنوضي يلا كتدي الولد للمدرسه في الطريق، تجمعي الدار، صايبي الغدا شويه تمشي تجيبي، عاوتاني تجمعي الماء عند الغدا عاوتاني تمشي تجيبي. المهم الراحه ما كايلاش، فداك الشيء علاش قلت نحيد عليا هاد الصالون. وهذا هو التنظيف ديالي انا تقريبا يوميا، ما عدا هاد الصاله كنجمعها مره في كل 3 ايام 4 ايام كنشوفها هكذا تروبلات كندخل ليها. صافي غنقلب الطابله وبغيت نشطب الصالون. انا يوميا كندير هذيك اللمامه، ولكن تقريبا ملي كنشوف واحد 3 ايام ولا 4 ايام هكذا ولا مره في الاسبوع كندير شي تحرشه. صراحه هي اللي كنحس بها كتبرد ليا الهوايش. اصلا انا الزرابي ما كنخليهمش حتى كتجمع فيهم الغبره، بحال هاد الزربيه هادي الصالون تقريبا مره في السيمانه كنطلع على السطح كنخليها في الشمس وكنفضها مزيان وكنهبطها. صافي هنا البنات جيت كنجمع الفطور. انا البنات راه ما كنديش الماء على الكوزينه، كنحطهم غير في واحد صالامونجي، هذيك الطابله الصغيره اللي عندي في الخضر ديال البلاستيك هي اللي كنحط فيها كل شيء. ومي كنسالي عاد كنجمع الكوزينه عاد كنبدا نجيب هذاك الشيء. وعاوتاني مي كنغسل المواعن كنهزهم كاملين كنديرهم تما كيتسقطروا باش هكذا البوطاجي كيبقى لي خاوي.
البنات ما كملتش هذاك الصالون كما كتشوفوا، معتمد بالله كان متكي تما. فجيت البيت لبيتي غادي نجمعو راكشو البارح، يلا نظفتو خويتو كامل، ستو مسحت ليه الغبره ديالو. فاليوم صافي غنجمعو غير من الفوق، وصافي غندير ليه غير دوره شرفيه وصافي. وندير الغطا في الشرجم هكذا يتشم. صافي البنات، هنا جيت كنجمع الصالون. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي سلا هذاك البيت بقيت يعني رديه بيت معتمد، والله الا البنات كنفكر ندير بيت معتمد. وكنت كنفكر وصدر ديرها هي الكوزينه، وهذاك البيت هذاك الكوزينه هي بيت معتمد. ولكن راجلي قال لي صعيب، خاصه بزاف الترويله والماء وبزاف الحوايج، يعني خاصه بزاف ديال الفلوس والرويله. قال لي زعما خلي الكوزينه في بلاصتها. فمي قلتوا لي وسط الدار، صراحه طيحتوا عليا فكره زوينه. غير هي خاصه مازال خاصها الباب، يعني درت المعتمد بيته غادي يبقى داك الشيء محلول، راكو عارفه خاص ان شاء الله حتى ديروا ليها الباب وهذا. ولكن فكره مزيانه ان شاء الله. عمايل وانا كنضرب تماره في هذه القناه، ما كنتش صراحه نديرها في البال ديالي. هذا العام درتها في البال ديالي انها نديرها خدمه، بما ان انا كنضرب تماره في التصوير في المونتاج، كنسهر كبزاف د الحوايج، كنخدم على هذه القناه. فقلت علاش لا حتى انا نديرها يعني خدمه، وان شاء الله لا تقدت الامور علاش لا نديرو للمعتمد بيته. حتى هو صراحه باغي بيته هكذا يكون، ما كاينش شي طفل ما كيبغيش الفضاء ديالو وفين يلعب. وحتى احنا الامهات كنرتاحوا صراحه ملي كيكون بيت الاطفال في الدار، يعني كترتاحي من الصاله كتبقى ديما مجموعه، ما كتبقاش الروينه، ما كيبقاوش الالعاب كيتلاوحوا، يعني كترتاحي. واحد البيت راه مجموع فيه كل شيء. ان شاء الله كل شيء دابا مزيان كما كنقولوا، دابا مزيان ودابا تقاد الامور. صافي جيت هنايا، صافي كما كتشوفوا جمعت الصالون وخرج الطابله لوسط الدار، وهكذا دوك السنيدلات ديال الدار كنحطهم غير تما باش ملي كاين اللي دخل كيلقى السنيدله وصافي. وهنايا الصبابط خلاص دايرهم في البلاك، دايرهم في هذاك الكوفوز ديال البلاستيك اللي في الكوزينه وصافي. وسط الزربيه صافي انا غنشطب الدار وغادي نمشي نحك هذاك الحمام. صافي انتوما معايا. باش نكفي حسن ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما
شهد المعملة عملت فيا كتر تعجوبي شفيت الحاسدين فيا دق الخلايا خراس كبار وين بلا وميات ريالة باش نكافي حسن ما تنصيب الفطار بديت كنقلي الشطار طحنت شوية البيكارة وزدت عليها الزيت البلدية هذاك الشطور اللي قليت كنبقى لي غير من البارح قسمته ودرته في الفريكو جبت كيلو طيبت النص وخليت النص صافي وكما كتشوفوا درت البيصاره صراحه مع هاد الايام ديال البرد وقليت المزاود اللي عزيزين عليا انا بزاف الحار كنحمق عليه غنودعكم البنات هاد الفيديو فقط باش نحمسوا بعضياتنا ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو وهنايا ضروري البنات مور الغدا كندير بريد اتاي هادي من نهار الجوج ضروري مور الغدا بريد اتاي والحلوه اللي صايبت معاكم وصافي هنايا غادي نجبد المعتمد الكتوبه نراجعوا شي شويه ونقادوا الكخطابل ونجدوا حويجات المدرسه وهنا غنقول لكم السلام عليكم ما تنساوش لي لايك.